مريم المجدلية لما خدوا ادوهم أمر الكرازة وروحوا أخبروا التلاميذ، وطبعا هم ما صدقوش وافتكروا أن هذا هزيان منها، رجعت تاني وشافت رب المجد يسوع المسيح وفضلت تبكي وظنته أن هو البستاني. خلينا برضو نقف عند حتة فكرة أن رب المجد نفسه يظهر لمريم المجدلية أكتر من مرة. ليه مريم المجدلية؟ أولا يعني زي ما قال أحد الآباء كلام قدس البابا شنودة، فبيقول هات لأربع أناجيل وحطهم جنب بعض في أحداث القيامة. أول واحد زمنيا كان متى 28، صحيح. فبيقول إيه؟ إنها ذهبت والظلام باقي، وبعد كده إيه اللي حصلت؟ إنها دخلت القبر وهي وطلعة قال لها لماذا تبكين، لماذا تطلبن الحي مع الأموات، ليس هو هاهنا، ده الملاك. وبعد كده هم وخارجين شافوا المسيح، صحيح. فالكتاب بيقول أما هما فقبلت قدميه وسجدت له. فهو وصلها رسالة فقال لها اذهبي إلى أخوتي أخبريهم أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونني. إيه اللي حصل؟ مريم في المسافة ما بين راحت لإخواته هي مذهبة سمعت إشاعة هم سرقوا إن اتسرق الجسد. فبدل ما تكون رسول تأكيد إيمان وتأكيد قيامة، أول ما دخلت قالت لهم إيه؟ قد أخذوا ربي ولست أعلم أين وجدوا. صحيح. عشان كده لما رجعت آخر لقطة في القيامة أو آخر حتة في القيامة في إنجيل يوحنا اللي هو إيه؟ قال لها لا تلمسيني. لا تلمسيني. ليه؟ لا تلمسيني لأني أنا لازلت يا مريم في نظرك إني أنا ممكن أتسرق. صحيح. مع إني يا مريم أنا كلمتك. ومع إني إن برغم إني أنا وصلتك رسالة وديتك رسالة توصليها. ومش كده بس، ده أنت قبلتي قدمي وسجدتي لي. ما كتير يستغرب يا سيدنا، أول مرة لمست إيدي رجليه وسجدت وقبلت، وتاني مرة لا ما تلمسنيش، يعني كذا عتاب محبين خفيف. عتاب بدليل إن بعد كده تاني أسبوع يعني هو ظهر أربع مرات في نفس يوم القيامة، نفس اليوم، صحيح. آخرهم تلميذي عمواس، التلاميذ في العلية. لا وبعد بعد كده بعد التلاميذ بعد كده بعد كده عاوز اقول ايه تاني اسبوع ما هو لمسه توما، صحيح، ولمسه بقيه التلاميذ، وهكذا. هو بس يعني نوع من العتاب اني انا برغم ان انت شفتيني وسجدت ليا، لكن ما ترميش ودنك للاشاعات. ودي تخلينا نخلي بالنا قد تكون الاشاعه تاثر على الثوابت اللي جوايا وتخليني. هل لما يعني الملاك قال لهم روحوا بشروا التلاميذ، هل بكده استعادت المرأة كرامتها في الوقت ده ان هي امرأة وهي اللي تبشر الرسل؟ هقول لك على حاجة، احنا زي ما قال يعني معلمنا بولس الرسول يعني ليس الرجل بدون المرأة او المرأة بدون الرجل. وربط بين العلاقة الرجل زي المرأة زي علاقة المسيح بالكنيسة. فهو من ناحية أن المرأة هي يعني راحت بشرت الرسل زي ما قال القديس ساويرس، ده رد الكرامة ليها. صحيح. الأول كانت سبب ألم لآدم الأول، دلوقتي بقت سبب فرح بقيامة آدم الثاني للتلاميذ.